جبد هذا ديجا دار البوني وقيلا شهر ولا شهر قولي والله وخذتيه كاع كدرتي له بولا زيرو ولا خلاص ولا لا لا وفرت ايه واش حبيتي معليش معليش انتيا تخدم في مؤسسة تربوية تحب السباحة واش تعوم فراشة مليح فراشة تعوم خليني شوية بالك يروح يفرفر بالك يفرفر في الماء الفراشة واعرة واش دير روحك شحال سهلة من واش يتكون طبق السلطة شلاطة طوماط طماطم طوماطيش لا طوماط دوك نشوفو طوب إجابة طوب إجابة بالك وتتهضرو سقمو روحكم من واش يتكون طبق السلطة شلاطة الخس اللي هو الخس الخس قالوها بالك ما تذكروهاش مية الجزائر والجزائر طوب إجابة إجابة ثانية شحال نحب الشلاطة وتشين مليحة مليحة للصحة خيار الخيار إيه مليحة طوماطيش بالخيار طوماطيش بالخيار الخيار هاي عبد اللطيف من واش تكون طبق السلطة زرودية 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 كيفاش تحبها زرودية كرفشة كرفجة رابي هادو ميات جزائري اسمع تاي دور ما ياكل زرودية ما قالوهاش ما ذكروهاش معليش ما عندك الحق امل الزيتون الزيتون من واش تكون طبق السلطة الشلاطة فيه الزيتون لازم لازم مهما كان اللون ياسين شلاطة الله الله مواش تكون طبق شلاطة البصل البصل داروا له البصل ولا ما داروش ميات الجزائري في بسكرة قسنطينة العاصمة وهران تشاوروا عائلة قوري تشاوروا البصل يبكي يا رد بالك رد بالك تفضلي مايونيز لا مايونيز مايونيز سمن بصح تبنن وينك رايحة خلاص يا حي عليك يا حي عليك يا حي يا حي يا بوشار بون وجدتوا شلاطة دوزنتوها هاي قولي لي مواش تكون طبق السلطة فينيغريت فلفلة مايس مايس بيطراف 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 فريدة قررت وقالت لهم البيطراف البنجر لا لا ما قالوش البيطراف كما ما قالوا زرودية بصح واش قالوا ميات جزائري وجزائرية الطوماطيش الشلاطة المايس كانت عندك التون نحب التون وصلصة الخل على فينيغريت كانت عندكم بصح فريدة يا القبطان قلت لها شاوريهم كي نقول لكم تشاوروا خمي ايه معليش معليش ماشي خلاص خلاص اسنى بوبا خلاص ما نزعجش لينير